تيجي شوية تحت كهرباء على إيش والأخ ممثل منظمات جيني والإخوان ديالنا الصناعة التقليدية موارد الحفاظ على الكهرباء والتصليح. كنرحب بكم في هذا اللقاء هذا مدير الإقليم ديال الصناعة التقليدية على إيش. حنا الجمعية ديالكم اشتغلنا معاها يعني في مجموعة ديال الورشات اللي كانوا ديال التكوين على مرتين مرة الكهرباء البناء ومرة الإخوان ديال التخصيص. وفعلا لقينا في هذا الجمعية ديالكم يعني كاين كما كنقولوا كاين الكفاءة كاين المواظبة كاين الحب ديال التكوين والمعرفة. إذا هذا اللقاء هذا اللي كيجي في إطار تشجيع ريادة الأعمال الخضراء دراسة الرافعة السوسيو اقتصادية في الطاجة تطوان الوسيمة. كنتمنى لكم يعني مقابا طيبا بين الهرمينا كنتمنى لكم النجاح في هذه الدورة هذه اللي كنشكروا جميع الإخوان اللي نظموها لأن قليل بصراحة قليل الجمعيات اللي كيقوموا بهذه الأعمال ديال التكوين المستمر والمنخرطين ديالهم. أنا غير منذ تعييني بمديرية العرائش يعني هذه يمكن الثالثة أو الرابعة ديال الأنشطة اللي درت مع الجمعية ديالكم. أنا كنشكر الجميع وكنتمنى لكم التوفيق ومرحبا بكم مرة أخرى وشكرا للجميع.